أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله سوف نحل محافظة قنا في الجبر الصف الثالث الإعدادي فصل دراسي أول عام 18-19. قبل البدء في هذا الامتحان هنحل السؤال اللي أرسل من محمد حجاج. هو بيقول إيه؟ بيقول عندنا 6 جا س جتا 45 جا 45 بتساوي 1 ناقص جتا تربيع 60. هو طبعا كان بيقول اثبت ان الطرف ده بيساوي الطرف ده، مش هينفع نثبت الطرف ده بيساوي ده. ده هو المطلوب ايجاد قيمة س. المفروض هو عاوز يجيب قيمة س. هو كان طلب اثبات طرفين متساويين. انا مش هعرف اثبت عشان ما اعرفش س، ولكن هيكون الواضح من السؤال المطلوب قيمة س. فهناخد الطرف الايمن او ناخد المعادلة على بعضها ونعوض فيها. هتبقى 6 في جا س في جتا 45 بتساوي 1 على جذر 2 في جا 1 على جا 45 ب1 على جذر 2 ايضا بتساوي 1 ناقص جتا تربيع 60. جتا 60 بنص، جتا 60 بتساوي المجاور اللي هو 1 على الوتر بنص تربيع، يبقى نص تربيع. يبقى انا عندي 6 جا س في 1 على جذر 2 في جذر 2 ب2 بتساوي 1 ناقص نص في نص بربع. ده هيساوي ربع، نشيله من نص من 1 يبقى 3 على 4 يبقى 6 في، نختصر على 2 في 1 على 2 في 3 يبقى 3 جا س بتساوي 3 على 4. نختصر على 3 في 1 3 في 1 يعني جا س بتساوي ربع. هو بقى ممكن يطلب يقول لك اوجد جا س. اذا قال لك اوجد قيمة س هتبتدي تشتغل بالآلة الحاسبة. هتشتغل ازاي؟ هتقول شيفت ساين. يبقى ده ممكن يكون هو ده المطلوب، انا ما اعرفش بقية المسألة ايه، ولكن اذا كان هو ده المطلوب خلاص يبقى تقول له جا س بتساوي ربع. لكن لو عاوز قيمة س هتشتغل تقول شيفت ساين 1 على 4 ويساوي كومات، يساوي كومات هتدينا يبقى س قياس زاوية س بتساوي 14 درجة و 28 دقيقة و 39 ثانية. يبقى أنا عندي الاحتمالات الاتنين دول. ننتقل بقى للسؤال الأول. السؤال الأول بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت س ناقص 1 و11 بتساوي 8 و ص زائد 3 ج 1 أ س ناقص 1 هاخد المركبة الأولى أسويها بالأولى، يبقى س ناقص 1 بتساوي 8 ومنها س هتساوي 9، 8 زائد 1، واخد التانية اسويها بالثانية يبقى 11 بتساوي ص زائد 3 يعني ص بتساوي 11 ناقص 3 بتساوي 8.
يبقى جذر سين زائد اتنين صاد، سين اللي هي بتسعة زائد الاتنين في تمانية بستاشر، يساوي جذر خمسة وعشرين بيساوي خمسة، بيساوي هو عاوز جذر الموجب، فبالتالي مفيش زائد ولا ناقص. خلي بالك هو فرض عليه جذر واحد اهو اللي هو الموجب، يبقى هي دي بس مش دي، انتبه للحتة دي، يبقى دي بخمسة. إذا كانت جيم واحد اتنين إذا كانت النقطة خمسة وباء ناقص سبعة تقع على محور السينات، لما دي تقع على محور السينات يعني الارتفاع بتاع الصاد مش موجود، يعني مش هطلع لفوق، يعني الصاد المركبة الصادية هتساوي الصفر، هيبقى باء بتساوي كام؟ سبعة، يبقى باء ناقص سبعة بتساوي صفر، هنقول باء ناقص سبعة تساوي صفر، ومنها باء هتساوي سبعة. إذا كانت نون س بتساوي تلاتة ونون س في ص بتساوي اتناشر، فإن نون ص تربيع بإيه؟ أنا عندي نون ص الأول بكام بقى؟ لما حاصل ضربهم بيدي اتناشر، يبقى نون ص هتساوي كام؟ هتساوي أربع، عشان أضرب تلاتة في أربعة تدي اتناشر. طيب يبقى ص تربيع أربعة في أربعة بستاشر. درجة الدالة د من ح ل ح، حيث د س بتساوي س ناقص س تربيع، دي س تربيع دي هنا ديت س تربيع، هاي س تربيع، هاي س تربيع ناقص س تربيع ناقص اتنين، هتبقى لو فكناها هتبقى د س يبقى عندي د س هتساوي س تربيع ناقص س تربيع زائد اتنين، س تربيع اضرب ناقص هنا وناقص هنا تديك الكلام ده، بتساوي في النهاية اتنين. الاتنين دي دالة من الدرجة الصفرية لأن مفيش عندي سينات، الدرجة الصفرية. إذا كانت جيم واحد خمسة، إذا كانت ألف على باء تساوي باء على جيم تساوي جيم على اتنين، ده نوعه ايه؟ تناسب ايه ده؟ متسلسل. طيب لا، في التناسب المتسلسل كنا بنقول ان الجيم بتساوي اتنين في تلاتة، وبالتالي هنقعد نتدرج، يبقى انا عندي لما كان عندي تناسب متسلسل زي ده كنا بنقول ايه؟ ان الجيم بتساوي اتنين على اتنين في ميم، والالف هتساوي برضو اخر حاجة في ايه؟ في ميم اس كام؟ تلاتة، لان دي تبقى ميم، دي ميم تربيع، دي ميم تكعيب، يبقى الالف بتساوي اتنين في تلاتة تكعيب، اتنين في تلاتة تكعيب تساوي اتنين، تلاتة في تلاتة في تلاتة سبعة وعشرين، في اتنين، اتنين في سبعة اربعتاشر، اربعة وخمسين. انتبه للنقطة دي كويس جدا. ممكن إجابة أخرى الألف بتساوي تلاتة باء، لكن هو عاوز يجيب قيمتها كقيمة، يبقى هي بتساوي إيه؟ أربعة وخمسين. المدى للقيم خمسة وعشرين، تلاتة خمسة وخمسين، تلاتة وخمسين، واحد وخمسين، سبعة وخمسين، تمانية وخمسين، ستين. بنطرح أقل قيمة اللي هي واحد وخمسين من ستين، يبقى الس ناقص واحد وخمسين، يبقى المدى تساوي ستين ناقص واحد وخمسين تساوي تسعة. ننتقل للسؤال التاني. بيقول ايه السؤال التاني بقى؟ إذا كانت س سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة، ص صفر واحد أربعة ستة تسعة، وكانت ع علاقة من س لص، حيث أ ع باء تعني أ تربيع بتساوي باء، يعني أربع المسقط الأول يديني التاني،
لكل سؤال في تنتهي من سين وباء. هي دي شروط ان يكون الاول منتمي للسين والباء منتمي للصاد. اكتب بين عين ومثلا ومخطط سين بين هل عند الله ولا لا. جيم اتنين الف هنقول بين عين اهو بيساوي مجموع الازواج المرتبة. اول زوج هاخد سالب واحد اربعه، سالب واحد من أربعة يديني واحد، سالب سالب موجب واحد في واحد بواحد، يبقى سالب واحد مع واحد الصفر، ناخده هو الصفر، الواحد تربيع بواحد. بعد كده الاتنين تربعات يدينا أربعة، هل الأربعة موجود هنا؟ اه، يبقى اتنين وأربعة. تلاتة من ربعة تديني كام؟ تسعة، تسعة موجودة اهي، تلاتة وتسعة. نشوف مخطط السهم بقى، دي السين دي صاد، سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة، صفر واحد أربعة ستة تسعة، من سالب واحد لواحد، من واحد لواحد، من صفر لصفر، من اتنين لأربعة، ثلاثة لتسعة. بعد كده عايزين بقى هل وبين هل عين دالة أم لا؟ نعم عين دالة. لأن كل عنصر من سين ظهر كمسقط أول مرة واحدة، لازم مرة واحدة دي، لو قلت مسقط أول يمكن ظهر أكتر من مرة. جيم اتنين ب، إذا كانت سين والصاد وكانت دال من سين للصاد ودال سين بخمسة ناقص سين، أوجد بيان الدالة ومدى الدالة. طيب هو بيقول لك سين صفر واحد تلاتة وده صاد بالشكل ده، وكانت دال من دال يعني هي دالة خلاص من سين إلى صاد، حيث دال سين بتساوي خمسة ناقص سين، يبقى أنا هجيب بيان الدالة عين بتساوي عشان أعرف أشتغل. نعوض بالصفر هيديني خمسة ناقص صفر، يبقى الصفر وإيه شيل من الخمسة صفر تديك خمسة. طيب هنعوض بالواحد، خمسة ناقص واحد أربعة، يبقى واحد مع أربعة. هنعوض باتنين شيل دي تلاتة، هنعوض بتلاتة نشيل تلاتة ونحط هنا تلاتة، يبقى خمسة ناقص تلاتة باتنين، يبقى تلاتة واتنين، يبقى ده كام؟ ده واحد اتنين تلات عناصر. طيب ها خلاص هي الدالة وده بيانها او دي القاعدة بتاعتها اللي ادت البيان ده. اوجد بيان الدالة اهو جبناه، اوجد مدى الدالة. المدى بقى كان في عندنا حاجة اسمها ايه؟ المجال اللي هو عناصر سين، المجال مقابل عناصر صاد كلها، المدى اللي هي اللي ظهرت كمسقط أول في الدالة، يبقى المدى هو خمسة أربعة اتنين، يبقى المدى هو العناصر اللي ظهرت كمسقط ثاني في الدالة، كمسقط ثاني، كمسقط ايه؟ ثاني، ده اسمه المدى اللي تحته النقط دي. ننتقل لسؤال ثلاثة.
أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من حدي النسبة 7 إلى 11 فإنها تصبح 2 إلى 3. جيم 3 ألف نفرض إن العدد اللي أنا هضيفه هو سين، هيبقى عندنا 7 زائد سين بنضيفه مش بنضربه على 11 زائد سين. لو قال لك يطرح بتطرح، يضاف يضيف، تقسم تقسم، تضرب تضرب، بيساوي تصبح النسبة 2 على 3. اضرب بقى طرفين في وسطين، 3 × 7 = 21 + 3 س بتساوي 2 × 11 = 22 زائد 2 س. 2 س من 3 س يبقى 3 س ناقص 2 س بتساوي 22 ناقص 21. نعدل الاتنين للتلاتة هنا، يبقى باقي عندي س بتساوي 22 ناقص 21 اللي هي ب11. يبقى س بكام؟ ب11. ب جيم 3 ب. إذا كانت ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، اثبت أن كميات متناسبة مقالش تسلسل، يبقى ألف على باء بتساوي جيم على دال بتساوي ميم. عاوز أثبت إن ألف جيم، بقول إن ألف بتساوي إيه بقى؟ باء ميم، ودا جيم بتساوي دال ميم. عاوز أثبت إن ألف جيم على باء دال بتساوي كذا. نخلص دول الأول، الألف نعوض بالألف بباء ميم، في جيم اللي هي دال ميم، ونسيب الباء مع الدال تحت، هناخد ميم مشترك، يبقى باء دال على باء دال بتساوي ميم دا مع دا. طيب الطرف الأيسر اللي هو ألف ناقص جيم على باء ناقص دال الكل تربيع بتساوي دي ميم في ميم بميم تربيع. رقم 1 هنعوض بالألف باء ميم ناقص دال ميم على باء ناقص دال كله تربيع، هناخد جوه القوس ميم مشترك بباقي باء ناقص دال على باء ناقص دال كل دوت تربيع. باء ناقص دال مع باء ناقص دال في الواحد، بالكلام دوت بيساوي ميم تربيع. يبقى إذن دي رقم 1 ورقم 2، يبقى من 1 و2 طرفان متساويان. سأل بعد كده 4، وإذا كانت الصاد تتغير عكسيا مع سين، يبقى الصاد تتغير مع سين عكسيا، وكانت صاد بتلاتة عند سين باتنين، أوجد العلاقة. بنقول صاد هتساوي ميم على سين أو كاف على سين. صاد بتلاتة أو أي حاجة ترمز لها، يعني صاد بتلاتة بتساوي ميم على 2، يبقى إذا ميم بتساوي 2 × 3 = 6، تصبح العلاقة صاد بتساوي 6 على سين. جبنا العلاقة، قيمة صاد عند سين ب1.5، صاد بتساوي 6 على 1.5 بتساوي 4، ممكن تقول 60 على 15 هتساوي 4. السؤال اللي بعد كده اللي هو جيم 4 ب، احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لقيم 12 13 16 21. يبقى انا عايزين نجيب ايه؟ نفض مكان اكبر، بجيم 4 ب. الوسط الحسابي اللي هو سين بار بيساوي مجموع القيم على عدد 12 و13 و16 18 21 على 5.
اتناشر تلاتاشر خمسة وعشرين، وستاشر وتمنتاشر أربعة وتلاتين، وخمسة وعشرين يبقى تسعة، وخمسين واحد وعشرين يبقى تسعين. 59 و20 80 على 5. اتناشر تلاتاشر ستاشر تمنتاشر 21 80 على 5 بيساوي 1 6 16. نعمل الجدول بتاعنا بقى. سين دي سين بار طبعا اللي هي 16، سين ناقص سين بار، سين ناقص سين بار تربيع 12 13 16 18 21 سين بار ليا 16. نطرح ده من ده. 12 ناقص 16 ناقص 4، 13 ناقص 3، 16 ناقص 16 0، 18 ناقص 16 2، 21 ناقص 16 5. 4 في 4 ب 16، 3 في 3 ب 9، 0 4 25. ستاشر وأربعة عشرين، وخمسة وعشرين خمسة وأربعين، خمسة وأربعين وتسعة يبقى 54. أربعة وخمسين. يبقى أنا عندي سين بار سيجما هتساوي جذر التربيعي مجموع سين ناقص سين بار كله تربيع على نون، تساوي جذر التربيع مجموع من 54 على 5 بتساوي 10 و8 من 10. جذر 10 و8 من 10 بتساوي 23 تقريبا. دي الانحراف المعياري. السؤال اللي بعد كده، السؤال الخامس، مثل بيانين الدالة د س بتساوي 2 ناقص س تربيع متخذا س تنتمي لسالب 3 و3، ومن الرسم اوجد الكلام ده. يبقى انا عايز ارسم اولا
س سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 3 جت 2 ناقص س تربيع. هنربع طبعا السالب او الموجب تربيعه هيدي نفس القيمة، السائل مش هيغير شارع يعني السالب 3 تربع تدي زائد 3، الفرق هنطرح دي 3 في 3 ب9، 2 شيلها 2 ناقص 9 ناقص 7، 2 في 2 4، 2 ناقص 4 ناقص 2، 2 ناقص 1 في 1 بناقص 1، 2 ناقص 1 بواحد، 0 1 ناقص 2 ناقص 7. عندنا الجزء اللي بالسالب الى اسفل كتير، سالب 7 يبقى انا شغلي كله هيبقى ايه لاسفل. هنا السين ناقص سين سين شرطة صاد صاد شرطة. عندي سالب 3 سالب 7 سالب 3 ده 1 سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 4 5 6 7. عندي سالب 3 اللي هي دي سالب 7 سالب 3 سالب 7 هنا، سالب 2 سالب 2 سالب 1 سالب 1 0 0 1 2 3. عند الواحد سالب 1 عند الواحد سالب 1 1 عند سالب 1 1 دي عند الصفر عند الصفر 2 ديت 2 هنا 1 سالب 1 سالب 1 عند الواحد وعند الاثنين سالب 2 عند التلاتة سالب 7. بنوصل
نجيب بقى المطلوب. ايه المطلوب؟ من الرسم موجود احداث رأس المحنة، احداثي رأس المنحنى عند سين بتساوي عند صاد بتساوي 2. لا، عند نقطة 0 و2 لرأس المحنة احداثي. القيمة العظمى او الصغرى اللي هي عند صاد بتساوي 2 للقيمة العظمى. محور التماثل هو سين بصفر، سين بتساوي 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.